مرحبا بكم. ستشاهدون في هذه الحلقة مجموعة من الأخطاء الفادحة والمواقف الخطيرة من عالم المركبات الثقيلة. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ وقع هذا الحادث قرب جزيرة نارو في عام 2015، خطأ فادح أدى لانشطار الرافعة الضخمة إلى شطرين. رغم ضخامة الشاحنة وآلة الحفر أيضاً، إلا أن التعامل مع تلك الصخرة ليس سهلاً. من سوء حظ السائق أن جراره تعطل فوق سكة القطار، والجيد أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية. تجنب السائق تلك العجلة بسرعة مذهلة، رد فعله السريع أنقذ حياته. فقد السائق السيطرة وانتهى الأمر بانقلاب آلة الحفر. لم يكن عليه القيادة بسرعة وسيارته تجر منزلا متنقلا، من الجيد أنها لم تنقلب. نقل تلك الشاحنة بواسطة الرافعة ليس سهلا كما يبدو. خطأ واحد كان قادرا على جعل الخزان يسقط فوق آلة الحفر. تبدو هذه الجرافة الضخمة ضعيفة أمام تلك الصخرة. عبور هذا الجسر مرعب، خاصة مع وجود التماسيح في النهر. لو جرفت المياه الشاحنة لأصبح السائق وجبة للتماسيح الجائعة. لا شيء يمنع هذه الشاحنة من الوصول إلى وجهتها. تدخلت آلة الحفر في الوقت المناسب لإنقاذ الشاحنة من السقوط. جرفت السيول الطينية الكثير من الشاحنات والجرافات، إنه مشهد مرعب. Oke.
وحده السائق الخبير يستطيع صعود هذا المنحدر بشاحنة محملة. انزلقت الشاحنة فوق الجليد، لكن السائق استعاد السيطرة. وهذه الشاحنة أثبتت قوتها أمام منحدر تغطيه الثلوج. يقود السائق تلك الشاحنة المحطمة وكأن شيئاً لم يحدث. ارتكب سائق الرافعة الشوكية خطأً فادحاً. عليهم الاستنجاد برافعة أخرى لإنقاذ هذه الرافعة. عقبة صغيرة قد تمثل مشكلة كبيرة للشاحنات. يعتقد السائق أن تفريغ تلك الصخور سيكون سهلاً. تحميل تلك الصخرة على الشاحنة يتطلب الكثير من الخبرة. نتساءل كيف يكون شعور السائقين حين يسقط المبنى على مقربة منهم؟ انقلبت الشاحنة مباشرة داخل البحيرة المتجمدة. من الواضح أن الشاحنة بقيت وسط الجليد لفترة طويلة، وقد حان الوقت لإخراجها. على السائق استغلال خبرته لتحميل هذه الرافعة على متن الشاحنة. يمكن لهذه الشاحنة نقل أي شيء. وقع هذا الحادث على متن سفينة من نوع LTS 3000، حيث سقطت الرافعة الضخمة في الماء بسبب الحمولة الزائدة، وبفضل إجراءات السلامة لم يتأذى أحد خلال الحادث. فشلت كل المركبات أمام هذه العقبة. لن تذهب هذه السيارة إلى أي مكان. تلك السرعة ضرورية لمساعدة الشاحنة على الصعود.
هذا ما يعانيه سائق الشاحنات وسط غابات سيبيريا. تعمل آلة الحفر هنا على هدم مدرسة قديمة. فقدت الشاحنة 3 عجلات دفعة واحدة. تصادمت هذه الرافعة المتنقلة مع جسر في هونغ كونغ. من الجيد أن السائق قفز قبل انقلاب الشاحنة. عدد قليل من السائقين يمكنهم القيادة عبر هذا الجسر. كادت الشاحنة العملاقة أن تنقلب. كان عليه التمهل عند المنعطف. جازف السائق بحياته على حافة هذا الجرف. هنا لدينا شاحنة أخرى تكافح وسط الثلوج. إنه يتحكم في شاحنة ذات عربتين بمهارة مدهشة. لم يكن الجرار مستعداً لنقل كل تلك الأخشاب. قيادة هذه الشاحنة ستجعلك تشعر بأنك تقود قطاراً بخارياً. هذا كل ما لدينا لليوم. نراكم في حلقة أخرى. لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟